ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ما فهمتش. أنا عندي الإبنة ديالي قاصر اغتصبها خالها. المهم دازت واحد 6 شهور على الاعتقال ديالو، واحد الصديق تيسولني قال لي اش درتي مع خال بنتك؟ حيت راه هو خالها، راه زين المحارم وبعنف وتحت التهديد، راه خصو يتعتقل مدة طويلة، راه جنايات ماشي. حتى كنتفاجئ انه خرج مغتصب، اغتصب البنت طلقوه، دو 6 شهور خرج. الزوجة ديالي مريضة، الزوجة عندي مريضة بزاف كاع، هذاك الشيء عندها خطير، بنادم نورمال. وخرج في حال صراحة، هو دابا حال صراحة 3 سنين هو صراحة. غير في هذه الصراحة هذه راه هو تزوج وتزادت عنده بنيته غير في هذه الصراحة هذا، هو أنه ماشي اغتصبها مرة واحدة، اغتصبها عدة مرات وبعنف وتحت التهديد. يكون دابا قتلها وقلنا راه باقي صغير يمشي معنا، من يسافر معنا ما فيها باس، الطونوبيلة خاوية يمشي معنا. تيدخلها تيعوم تيدير داك الشيء في الماء. ولكن علاش المغتصب طلقوه؟ هذا سؤال. حيت عنده ماش غادي نقول شي هضره، ماشي هي ديك اللي غادي نتحاسب عليها. هذا بو ماش غادي نقول، ما نقدرش نخرج شي هضره. واش نقول لك؟ السلام عليكم. بعدا هي الاولى، انا عندي الابنه ديالي قاصر اغتصبها خالها وهي قاصر. ملي درت الشكايه ديالي تم الاعتقال ديالو، كنحاول نختصر باش ما يكونش الفيديو طويل. درت الشكايه ديالي، رجال الامن في مكتب 105 قاموا معايا بواحد المجهود جبار، قاموا معايا بمجهود وتم الاعتقال ديال المغتصب. راه ما اعتقلوش غير هكاك، تحت التصريحات ديال المغتصب والتسجيلات اللي سجلت وجا كيرغبني هو والاخوان ديالو وواحد جوج الناس جابهم معاه تيرغبوني باش زعما نسمح. انا قمت بالتسجيل ديالو، ديت التسجيل للوكيل الملك وقاضي التحقيق، وقال له الصوت ديالك هذا، واعترف بصوته وتيقول بفمه انا اغتصبت البنت، راه كنت واكل معجون بهاد الصيغه هادي. والقاضي ملي شاف هادشي هذا وسميتو تم الاعتقال ديالو. هادشي جنايات، والمحكمه كانت في الجنايات، انا ذاك باش كانت المحكمه في حي الرياض، داز في الجنايات صافي، راه دخل الحبس. عطاونا واحد الموعد ديال واحد الجلسه، مشينا عند قاضي التحقيق وداك الشيء الاخر. المهم داز واحد 6 شهور على الاعتقال ديالو. واحد الصديق تيسولني قال لي اش درتي مع خال بنتك؟ حيت راه هو خالها، راه زين المحارم وبعنف وتحت التهديد، راه خصو يتعتقل مده طويله، راه جنايات ماشي. حتى كنتفاجئ انه خرج، دوز شي السور الحبس وشي حاجه وخرجت، السور وشي حاجه وخرج. ما فهمتش انايا كيفاش خرج هذا السيد هذا المغتصب هذا. ومشيت تنبحث، قالوا لي راه خرج من غرفه المشوره بدون علمينا وبدون جلسه، ما كاينه لا جلسه لا اي شيء. مغتصب اغتصب لمن طلقوه، دوز 6 شهور خرج. انا كان بغيت نعرف كيفاش تخرج، ما بنادم نورمال. وخرج في حال صراحه، هو دابا حال صراحه 3 سنين هو صراح. غير في هذه الصراحه هذه راه هو تزوج وتزادت عنده بنيته غير في هذه الصراحه هذا. كيف يعقل هادشي؟ راه تيحمق، هادشي راه ما تيدخلش للعقل. الواقعه كيفاش كتعيش معاك في الدار؟ لا ما عايش معايا في الدار، انا ساكن في داري بوحدي. دار عندي كبيره وزواونا، ساكن بوحدي وهو ساكن مع دارهم بوحدي. كان كيجي عندنا، كيجي عند اختو، كيجي عندنا تيبات معانا، كينوض بالليل تي يدير داكشي اللي تيدير. دابا ماشي اغتصبها مرة. عرفتي الموضوع كيفاش حصل؟ هو الموضوع قالتها لي بنتي، تداز عليها الوقت. حيت ديك الساعة البنت كانت صغيرة، ملي كبرات البنت ولات كتفهم، وهي تفاتحني في الموضوع. دابا المسألة هو أنه ماشي اغتصبها مرة واحدة، اغتصبها عدة مرات وبعنف وتحت التهديد. يكون دابا قتلها مثلا مرة اغتصبها في البحر، قال جي نعومك. وهادشي راه كنا حنا في البحر، انا اللي كنت في البحر، انا والزوجه ديالي مشينا لمارتيل ومعايا بنتي وداك الشيء. بديت معايا زعما خو مرتي قالت لي ندي معايا خويا عنده 19 سنه، وقلنا راه باقي صغير يمشي معنا، من يسافر معنا ما فيها باس، الطونوبيله خاويه يمشي معنا. تيدخلها تيعوم تيدير لها داك الشيء في الماء. والبنيته صغيره عندها 7 سنين ديك الساعه ولا هي 6 سنين ونص. المهم تكرفص ليا على البنيته وما خديتش الحق ديالي. الحاله النفسيه يعلمها الله. واخا بدنا نقول لك انا شي حاجه وعندي الاوراق ديال الدواء وعندي داك الشيء، هو عندي نهضر معاك انا بوثائق، هما عندي الاوراق ديال الدواء ومتبع داك الشيء كله عندي. ولكن علاش المغتصب طلقوه؟ هذا سؤال. حيت عنده ماش غادي نقول شي هضره، ماشي هي ديك اللي غادي نتحاسب عليها. هذا بو ماش غادي نقول، ما نقدرش نخرج شي هضره. ما اغتصب البنيته، دزنا في الجنايات، خصو ينال الجزاء ديالو. حنا ما طلبناش دابا شي حاجه، طلبنا حنا الحق ديالنا. ما ناش الجزاء ديالو، وخرج مطلوق دابا وشي 13 جلسه وهي كتاجل،
تعطونا التاريخ الفلاني كنمشيو تتاجل، تعطونا التاريخ من بعد 3 شهور كتاجل، عطونا من بعد راسو كتاجل بزاف. هو دابا من 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 بدايه 2021 وهي كتاجل. بغينا ناخذوا الحق ديال بنتنا. دابا حنا ما بغينا حتى حاجه، حنا بغينا غير المغتصب ينال الجزاء ديالو. هذا هذا الشيء اللي كنطلب انايا، ما تنطلب حتى شي حاجه، هذا هو الشيء اللي كاين. اخ حاول تقرب من الحاله النفسيه ديال البنت لان هي اللي كتهمك. هو البنت راه ليها الله، هذه اللي غادي نقول لك. خلينا ما نبغيش نتكلم في البنيته ديالي وداك الشيء. الزوجه ديالي مريضه، الزوجه عندي مريضه بزاف كاع، مع داك الشيء عندها خطير، عندها لدرجه انها ما كتكلم مع حتى واحد، داك الشيء عندها خايب. ايوا الحمد لله، اش غادي ندير؟ دابا حنا كون غير القضاء خدا لينا حقنا، غير بعدا غادي نحاولوا مثلا كما تنقولوا نبراوي 21%، واخا هو واخا دخلت 10 سنين الحبس ما غادي نستافدوا حنا والو. غير على الاقل كتشوف المغتصب ديال بنتك في السجن، ماشي كتشوفه كيدوز حداك. بالك كيجي انا كندير التجاره عندي المحل، كيدوز من باب المحل ديالي وتيبقى يشوف فيا بشي نظرات. شنو ندير له انا؟ اش غنمشي نضربه؟ واش غندير له؟ حنا جينا للقضاء، عندنا الثقه في القضاء ديالنا. وانت اخويا راه ما كاين والو. رسالتي لله هو الاول، كنطلب الله سبحانه وتعالى ياخذ لي حقي، لان القضاء اخي ما خليت مع من هضرت، ما خليت مع من مشيت، ما خليت شنو درت. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.